هنتكلم في الجزء الثالث من الديزاين كونسيدريشن على البولت كونكشنز او وصلات المسامير. في الواقع في طرق كثيره لوصل الاجزاء الميكانيكيه، والمقصود بوصل الاجزاء الميكانيكيه هو وصل اكتر من جزء، يعني ممكن يكون جزئين او ثلاثه او اكثر. بنستخدم لعمليات الوصل طرق كثيره. الطرق دي ممكن نلخصها في الطرق الاساسيه او المشهوره منها، اللي هي طرق اللحام الويلدنج، وفي البولت كونكشن، وفي الكابلينجز والكلاتشز والريبيتنجز. بالنسبه للحام، فاللحام ليه طرق كتيره. في اللحام بالكهرباء، اللحام بالغاز، اللحام بسبيكه السيراميك، اللحام النقطه، وهكذا. في انواع كثيره من اللحام. عمليه اللحام بتعتمد في الاصل على الجسمين اللي أنا عايز ألحمهم، أسخنهم لدرجة حرارة التعجن اللي هي درجة أقل شوية من درجة حرارة الانصهار، وبالضغط عليهم ممكن ألحمهم، أو أسخنهم درجة حرارة التعجن وأسخن معهم معدن ثالث وسيط، معدن مساعد وسيط، اللي هو مثلا زي سلك اللحام. بشرط إن سلك اللحام ده هو بيوصل درجة حرارة الانصهار، فبينزل على المعدنين دول اللي هم في درجة حرارة التعجن. ثم لما بتنخفض درجة الحرارة بعد إتمام عملية اللحام، لما بيبعد اللهب، بيبتدي الأجزاء دي تتلحم مع بعضها. اللحام فيه ليه عيبين أساسيين. هو أسهل طرق التوصيل، ولكن ليه عيبين رئيسيين. أول عيب للحام هو إن الأجزاء التي يتم لحمها لا يمكن فصلها. واحنا اساسا بنلجا الى عمليات وصل الاجزاء الميكانيكيه، بيبقى الهدف منها ان انا لما يكون عندي جزء معين مكون من مجموعه من الاجزاء، فانا ممكن لو اي جزء صغير من هذه الاجزاء اللي بتكون الجزء الكبير حصل فيها عطل او فيلير انهيار، ممكن ابدلها. لكن لو كل الاجزاء دي كلها ملحومه مع بعضها واصبحت حته قطعه واحده، فلو حصل فيها جزء لازم ارمي كل الجزء بالكامل بكل اجزائه اللي تلفت واللي ما تلفتش، عشان اجيب مجموعه اجزاء جديده مماثله ليها وابتدي الحمها عشان تشتغل وتؤدي لي الغرض او فانكشن المطلوب منها. طبعا دي بتبقى عمليه مكلفه. ده العيب الاولاني. العيب الثاني للحام هو ما يحدث خلال عمليه اللحام من ظهور مناطق هاردنس، او مناطق بيكون فيها الهاردنينج عالية. يعني عملية اللحام، يعني الرسمة اللي قدامنا دي دلوقتي بتبين لي جزئين ملحومين مع بعض. الجزئين اللي هم المكتوب عليهم 1 و2 دول الجزئين اللي انا عايز الحمهم، والجزء الاخضر اللي مكتوب عليه 3 ده وصلة اللحام نفسها. لما نبص مع هذه الاجزاء مرسوم فوقها منحنى، يبين العلاقة بين الهاردنس اللي هي الصلادة و طول العينة. نلاحظ ان الهاردنس بتقل كل بتاعت الجزئين المتصلين مع بعض دول بتقل كلما بعدنا عن نقطة اللحام، سواء ناحية الشمال او ناحية اليمين.
يعني لما نبص للمنحنى اللي قدامنا ده نلاقي ايه؟ نلاقي ان في منطقه مكتوب عليها اكس، واكس دي بتحدد لي المنطقه اللي فيها الهاردنس اعلى ما يمكن، ودي المنطقه اللي بتبقى عند منطقه اللحام 3. كل ما بعدنا عن منطقه اللحام نلاقي ان الهاردنس بتقل 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 لغايه لما توصل في المناطق البعيده قوي عن عن منطقه اللحام، توصل الهاردنس الرئيسيه للجزء اللي احنا ممثلينها بايه، باتش على المنحنى اللي فوق. هنا ناخد بالنا من حاجه، ان طول المسافه اللي الهاردنس بتقل فيها دي بتتوقف على الخصائص الحراريه والميكانيكيه للاجزاء اللي انا ايه بلحمها. وبالتالي بيجي في المنطقه الفوقانيه اللي هي عندها اكس دهيا الهاردنس العاليه دي، الهاردنس العاليه دي بتكون مصحوبه بان المعدن بيتولد فيه مايكرو كراكس او شروخ ميكروسكوبيه. هذه الشروخ الميكروسكوبيه بتضعف من المعدن وبتكون نواه لان يحصل انهيار للجزء الميكانيكي بتاع عند هذه الايه المنطقه، وعشان كده من غير المستحب القيام بعمليات اللحام. طبعا في طرق فنيه احنا ممكن نقوم بيها علشان نقلل من الهاردنس دي، وهي عمليات معالجه حراريه زي عمليات الانيلينج، ولكن مهما يكن او عمليه الانيلينج ما بتقدريش توصل لي ان الهاردنس بتاعتي توصل كلها الى الهاردنس الاساسيه اللي قيمتها اتش، لكن بتبقى ايه اعلى برضه. وبالتالي من هنا احنا ما بنفضلش عمليات اللحام بدرجه ايه كبيره. الحاجه اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها دلوقتي، هنتكلم على البولت كونكشنز. في البولت كونكشنز نلاحظ ان هو الرسمه اللي قدامنا دي بتوضح لي ايه، بتوضح لي مسمار مرسوم بالصموله بتاعته وليه بعض الابعاد. اول حاجه لما نيجي نتكلم على المصامير نعرف ايه هي السيريز بتاعت المصامير الموجوده عندي. انا لما اجي اصمم جزء وبحسب له المسمار بتاعه، لازم ابقى عارف ان المصامير دي انا بجيبها ستاندرد، يعني اجزاء قياسيه بشتريها من السوق جاهزه، وبالتالي لازم عارف ابعادها. ابعاد المصامير، المصامير عندي بنديلها الرمز ام، من ام 1 لام 8. مقصود بام كلمه واحد دي معناها ان القطر الخارجي للمسمار واحد، ففي مصامير ام 1 وام 8 بخطوه 1 ملي. يعني ايه؟ في ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 وام 5 و6 و7 و8. من 8 ل 24 في كل اتنين، يعني في مسمار ام 8 يعني القطر الخارجي 8. ام 9 مفيش حاجه اسمها ام 9 لكن في ام 10. يبقى في ام 8 بعدها ام 10 12 14 وهكذا لغايه 24. ابتداء من 24 لغايه 48 الخطوه بتاعت المصامير الستاندرد الموجوده القياسيه، المصامير القياسيه اللي موجوده هي 3 مللي، يعني في مسمار ام 24 يعني قطره الخارجي 24 مللي، في 27 فيه 30 33 36 وهكذا لغايه 48. مع ملاحظه حاجه ان هذه المسامير طبقا للستاندرد الالماني والسن بتاعها بيبقى سن معروف، وبالتالي انا لما بشتريها ممكن اشتريها بكل الاكسسوارز بتاعتها او الاضافات بتاعتها، ممكن اشتري الصموله بتاعتها الورده بتاعتها وهكذا، يعني كل ايه مشتملاتها بتبقى ايه متوفره. المسمار ليه مواصفات رئيسيه لابد ان احنا نبقى عارفينها، وهي ان المسمار بتاعي بيكون الراس بتاعته بيكون ارتفاعها 7/10 دي، يعني احنا اعتبرنا ان دي هو قطر المسمار. يعني لو على سبيل المثال احنا عندنا مسمار ام 24 هيبقى قطره الخارجي 24 مللي، هيبقى ارتفاع راس المسمار 7/10 ل 24. الصاموله بتبقى 8/10 الديامتر دي. اما الطول ال 1 اللي هو الطول الجزء اللي هو طول المسمار، في مسمار بيبقى فيه جزء مؤلوظ وجزء غير مؤلوظ، الجزء غير مؤلوظ بنسميه الرقبه او النك. الرقبه دي هي الطول بتاعها ال 1 ده متغير، ده بيتوقف حسب احتياجي انا. يعني ممكن الاقي في سيريز كبيره قوي من الاطوال ايه ال 1 دي موجوده ايه في السوق. الرسمه اللي قدام بتاعت المسمار دي بتدي لي الابعاد الرئيسيه للمسمار. يعني نلاحظ حاجه مثلا ان اكبر
القطر للصامولة او لراس المسمار بيبقى 2 الديامتر. ونلاحظ ان الصامولة بتبقى مشروفة من وجهتين، من الجهة العليا والجهة السفلى، واللي بتظهر لي على هيئة منحنيات، في حين ان راس المسمار بتبقى مشروفة من ايه، من المنطقة الخارجية فقط، في حين ان السطح الاخر لراس المسمار المرتبط مع الساق يبقى عدل مش مشطوف، لان ده ما بشطفوش. ليه؟ لان ده بحط تحت، ممكن بيبقى ملامس للسطح بتاعي اللي ايه، اللي المسمار هيمسكه. وهنشوف دلوقتي بعد كده هنشوف ايه بعض التفاصيل الاخرى للمسامير. هنتكلم دلوقتي ببعض التوضيح عن وصلات المسامير، وعشان نشوف نبقى عارفين المسمار عبارة عن ايه. عبارة عن عمود فيه جزء مقروز او فيه ألروز. هذا العمود اللي فيه جزء ألروز يعتبر الألروز اللي فيه ألروز خارجي. هذا الألروز الخارجي احنا بنحطه او بيتركب فيه ألروز اخر ليه نفس السنة من حيث الشكل، يعني نفس الخطوة ونفس ابعاد ارتفاع السنة، في الجزء الاخر اللي هو هيركب فيه الايه المسمار. عايزين نشوف الاول ازاي احنا بنتقب الجزء دون وبنعمل فيه الالواز، لان دي مهمة في ان احنا نعرف ازاي الطريقة السليمة ان احنا نركب مسمار في جزء ميكانيكي عشان نجمع اتنين مع بعض. اول حاجة في البولت كونكشن هي ان انا لو انا عندي مثلا شغلة زي اللي واضحة قدامي مكتوب عليها 1 دي، الشغلة دي انا عايز اعمل فيها الغوص. عشان اعمل فيها الغوص اول حاجة لازم اعمل ثقب. الثقب دون بيكون بقطر دي، حيث دي يساوي بيكون اقل شوية من قطر او من الام بتاعت الغوص اللي انا ايه عايز اعمله. وهذا الغوص اللي انا هعمله في الجزء دون هيكون ليه طول الواحد. نلاحظ حاجة ان انا بعمل الغوص عن طريق الدريل او عن طريق البومبة. لما نشوف الثقب هو معمول في الجزء المتهشر في الجسم المهشر او الكريس بتاعت المتهشر دي، نلاقي ان في من تحت مخروط زاويته 120 درجه، وده المخروط ده بيمثل لي القمه بتاعت البنطه اللي بستخدمها في عمليه ايه الثقب. يبقى اول خطوه انا بعمل ثقب. بعد ما بعمل ثقب بخش على الخطوه الثانيه اللي هي عمليه الالوظه. عشان اعمل الالوظ بستخدم لي ما يسمى بثريد كاتنج تول او اكسترنال ثريد كاتنج تول، انترنال ثريد كاتنج تول، يعني بعمل هنا ايه سن الروز داخلي. فالرسم اللي قدامي دلوقتي بتوريني ايه، بتوريني ادي اداه القطع بتاعتي اللي هي بتاعت قطع الروز اللي احنا بنسميه ذكر الروز. وذكر الروز بيخش بينزل في الثقب اللي انا عملته في الخطوه الاولى، دلوقتي في الخطوه نمره 2، ويعمل لي بينزل مسافة L2، حيث لو كانت L1 هي كانت عمق الثقب، فL2 دي هي عمق الألووز، حيث يبقى عمق الألووز أقل من عمق الثقب، لأنه ما أقدرش بذكر الألووز ده أنزل في الثقب الآخره، لأن المنطقة الأخيرة لو نشوف كده نفس ذكر الألووز نلاقي إيه طرفه السفلي تلاقيه مخروطي شويه كده او ايه نازل بسلبيه شويه. السلبيه دي بتجعل ايه، بتخلي الذكر الالوز ده هو لا يستطيع ان ينشئ او يقطع سنون في الثقب بالكامل، لكن بيقطع لغايه ايه مسافه معينه اللي هي L2، حيث L2 بتساوي L3 زائد 0.25 دي، وL3 دي هي البولت ثريد ديبس اللي هو البولت ثريد ديبس اللي هو طول الجزء من الالووز من المسمار اللي هيركب في الايه في هذا الثقب. يبقى عندنا دلوقتي في 3 اطوال، L1 ده عمق الثقب نفسه، L2 عمق الالووز اللي اتعمل فيه الثقب، L3 طول الجزء المقلص من المسمار. نلاحظ حاجه ان L3 اللي هو طول الجزء المقلص من المسمار ده هو لازم يكون اقل من الالووز اللي انا بعمله، وبالتالي فاكبر حاجه فيهم هو الثريد ديبس اللي هو L2 اللي هو بعمله في الالووز ده، بيكون طوله يساوي L3 زائد 0.25 دي،
او يعني بيساوي ال 3 اللي هو طول الجزء الارض من المسمار زائد بنضيف له ربع قطر المسمار. وفي حين ان ال 2 دي برضه بتبقى اكبر شويه من عمق الثقب بالكامل، الثقب اللي هو انا فتحته بالبنطه واللي هو احنا سميناه الواحد، وهنعرف بعد كده ايه المسافات دي بالظبط ايه كام. وبالتالي انا دلوقتي لو عملت الثقب كاول خطوه وتاني خطوه فتحت فيه الالغوز، ممكن انزل فيه مسمار. المسمار اللي واضح ان هو فوق الثقب ده اللي هو ليه طول ال 3 هو واضح طول، هو ده احنا بنسميه ستاد او جويط. الجويط ده عباره عن ايه؟ عن مسمار مقلوز من الطرفين او قطعه او عن قطعه مستديره او بار ليه قطر معين، في الغوز من فوق والغوز من تحت. الغوز من فوق ده اللي هيركب فيه الصاموله، والالغوز اللي من تحت ده اللي هيزرع في الايه في الجسم اللي انا اعمل فيه الثقب دوت. وبالتالي الطول ال 3 ده الطول ال 3 ده اللي هينزل في الايه في الثقب المقلوز اللي في الشغله اللي قدامي. وطول وارتفاع او طول الالغوز اللي انا قطعته في الثقب اللي هو ال 3 وبضيف له 0.5 ديامتر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي لاحظها في الشكل دوت ان المسمار او الاستاد اللي فوق دوت هنلاقي ان طول الالغوز اللي بيخش في الثقب بيكون اصغر شويه من طول الالغوز الطرف الثاني اللي هو هيركب فيه الصامولة. ليه؟ اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ايه؟ ان الطرف السفلي للاستاد دهون او للجويط دهون بيتزرع او بيركب في الايه؟ في الالغوز اللي انا عامله في الشغله. وبعد كده بحط الجزء الثاني اللي انا عايز انا هستخدم المسمار ده هربط الجزئين مع بعض. ادي الجزء الاولاني اللي انا عملت فيه الثقب، بيجي الجزء الثاني فوقه والمسمار والاستاد راكب في مزروع في الثقب بتاعه. وبعد كده اجي فوق الجزئين من فوق واربط بصاموله. الصاموله بيكون ليها ارتفاع زي ما قلنا اللي هو 8/10 قطر العمود. وبالتالي عشان كده الاحظ ان طول هنا الالغوز الطرف العلوي للمسمار الالغوز اللي فيه بيكون اطول شويه من ايه؟ من ال 3. وهنبقى نشوف الابعاد دي هي بالظبط النسب بتاعتها كام في المسامير الايه؟ الاستاندر. اللوحه اللي قدامنا دي ده توضيح للخطوات السابقه اللي احنا عملناها علشان نعمل ثقب مقلوز عشان اركب فيه مسمار عشان اجمع عن طريق المسمار دون جزئين مع بعض، جزء منهم اللي هو الجزء اللي انا عامل فيه الثقب دون والثاني هيتحط فوقه، وبعد كده هجمع عليهم الاثنين بمسمار استاد زي دهون، والاستاد ده يبقى فيه ايه صاموله ربط او زن. نراجع او نلخص اللي احنا قلناه. نلاحظ ان احنا هنا هو في هذا الكلام انا بعمل خطوات معينه. انا علشان اركب مسمار في مكان معين المسمار ده هيبقى معروف الام بتاعته وليكن ام 20. طالما انا هركب مسمار ام 20 يبقى قطر المسمار الخارجي دي بتاعته هتبقى ب 20 وده معروف. يبقى اول حاجه هعمل الثقب، بعد كده بعد ما اعمل الثقب الغوز الثقب، بعد كده الغوز الثقب اعمل ادخل فيه الايه ازرع فيه الجويط ده. الثقب بيتعمل بطول معين وبيتعمل فيه الغوز بطول اخر وبيركب فيهم مسمار مقلوز بطول ثالث. اللي احنا تلات اطوال اللي احنا قلنا عليهم اللي هم اسمهم ال1 وال2 وال3. ال1 زي ما واضح في الرسمه اللي قدامنا الجزء اللي على الشمال خالص ان ال1 ده هو عمق الثقب، وال2 في الرسمه الوسطى اللي هو عمق الالغوز المقطوع في هذا الثقب اللي انا فتحته عن طريق ذكر الالغوز، وال3 اللي هو طول الجزء من المسمار باينه في الرسمه اللي على ايدنا اليمين طول جزء من المسمار اللي هيركب في هذا الثقب. في نقطة أساسية لازم نبقى عارفينها من الأساسيات البديهيات اللي المفروض محدش إيه تغيب عن ذهنه، اللي هي إن 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 المسمار عليه ألغوز والثقب فيه ألغوز. المسمار الألغوز عليه بنسميه external thread يعني ألغوز خارجي، والثقب فيه ألغوز بنسميه internal thread يعني ألغوز داخلي. الألغوز الخارجي والألغوز الداخلي متشابهين مع بعض في كافة أمورهم. يعني أي ألغوز بيعرف بحاجتين، بيعرف بطول الخطوة بتاعته بنسميها البيتش أو الخطوة وبعمق السنة. وبالتالي
الاروز اللي بتاع المسمار والاروز اللي في التقب الاتنين هيكون ليهم نفس البيتش وليهم نفس او نفس الخطوه وليهم نفس الايه العمق. الخطوه اللي المقصود بايه بيها ايه؟ ان انا لما اجي احط المسمار في التقب لما لففه لفه كامله معينه بينزل مسافه راسيه الى اسفل او حركه انتقاليه لاسفل مسافه معينه هي دي الخطوه. الخطوه يبقى هي ايه؟ مقدار الازاحه الراسيه او المحوريه للمسمار في التقب عند لما يلف ايه؟ لفه دوران واحده، لفه ايه؟ لفه كامله. دي اول حاجه. في حاجه كمان ناخد بالنا منها من الشكل دون، ان لو نبص على اللوحه اللي قدامنا الجزء اللي على اليمين منها هلاقي ان المسمار دي قطر دي والتقب دي قطر دي واحد. في الواقع ان القطر دي اللي هو قطر المسمار ده مرتبط بالمسمار دون السايز بتاعه ايه او حجمه ايه. يعني مسمار ام 20 هيبقى القطر الخارجي بتاعه 20 ملي، ام 24 يبقى القطر بتاعه 24، ام 12 يبقى القطر بتاعه 12 وهكذا. دي واحد ده قطر الثقب اللي انا كنت عامله. ونلاحظ حاجة ان دي واحد اقل من دي. دي واحد ده مرتبط بالبنطة اللي انا فتحت بيها الثقب في البداية اللي هي في الرسمة على ايدنا الشمال. ودي واحد انا ما باجي اعمله بقول انا عايز افتح تقب عشان اعمل فيه الوز للمسمار هيركب. المسمار ده الام بتاعته معروف ولتكن ام مثلا 12. يبقى طالما انا هعمل مسمار ام 12 هجيب بنطة تركب او تقطع تقب اخش فيه بذكر الروز الام 12 يديني تقب يركب فيه المسمار ام 12. يبقى البنطة دي بنطة بتاعة تقب الروز ام 12 دي اللي هستخدمها عشان بيها التقب. دي هتديني تقب قطره دي واحد، ده هيكون اقل من دي. اقل من دي الفرق بين الاثنين ده ايه؟ ده بيتوقف على عمق السنة بتاعت الروز، عمق سنة الأروز. وهنشوف بعد كده ايه الابعاد الستاندر بتاعت الحاجات دي. بالمثل ذكر الأروز، ذكر الأروز ده اللي هو في الرسمة في الجزء الاوسط من الرسمة اللي قدامنا. لاحظ ذكر الأروز ده بدأ احطه في التقب وبلففه بكفة او بايد كده بيقعد يلف فبيقطع لي. نلاحظ ان السطح بتاعه من بره مشرشر كده، هو السطح الخارجي بتاعه مشرشر، ده اللي هو بيقطع في الثقب عشان يعمل لي الالوز. وبالتالي بتبقى الهاردنس بتاعته الماتيريال بتاعته هاي سبيد ستيل او صلب عالي السرعات او صلب معالج، يعني بيبقى هارد قوي او ناشف قوي، بشرط ان هو ايه لما بيقطع هو يقطع في الحديد لكن الحديد ما يقطعش فيه. وده بيبقى طق مثلا بتاع الام 12 نلاقي العلبه بتاعته فيها ثلاث ذكوره، الثلاثه مكتوب عليه ام 12 وواحد عليه دايره والثاني عليه دايرتين والثالث عليه ثلاث دوائر اللي هو نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه. يعني هم فيه بيبقى ست او مجموعه مكونه من ثلاثه. بخش الاول بالاولاني ده بيعمل لي ايه؟ تفتيح مبدئي، وبعدين بخش بالثاني بيعمل لي استقراب، وبخش بالثالث بعد كده فبايه؟ بيعمل لي سنت الروز كامله. يعني ايه؟ يعني اول اجيب اول ذكر الروز نمره واحد واخش بيه العمق بتاعي اللي انا عايز انزله اللي هو ال 2 واروح طالع، يعني اقعد الف ذكر الروز لغايه لما ينزل لغايه تحت خالص ويخلص لي العمق اللي انا عايزه، واروح لافف عكسي واطلعه وانضف الثقب بتاعي من الرايش. وطبعا احنا في عمليه القطر ايه بنستخدم، لازم نستخدم ايه؟ سوائل ايه؟ تزييت وتبريد. بعد كده اروح داخل بالروز الثاني بالذكر الروز الثاني فبرده المسافه ال 2 واطلع وانضف وبرده في استخدام اللوبريكانت بتاعي. وبعد كده اخش بنمره ثلاثه او بذكر الروز نمره ثلاثه لغايه لما اخلص ايه التقب بتاعي. اصبح التقب بتاعي اصبح ايه؟ مقطوع فيه الالووز اللي انا عايزه بالطول ال 2. وهنلاقي ان الالووز ده هو بيبقى مشرشر، يعني ليه فلانك او ليه قمه وقاع. المسافه بين القمه والقاع دي بتديني للالووز بتديني عمق الايه؟ سنه الالووز. ودي بنشوفها لو احنا مسكنا اي مسمار كده في ايدنا هنشوف فيه ايه الكلام دوت. بكده يبقى احنا ايه؟ عرفنا خطوات فتح الالووز وايه؟ وعشان اركب فيه مسمار. باقي حته او نقطه صغيره لازم ناخد بالنا منها، ان انا عندي الاطوال الثلاثه اقصر حاجه فيهم هو الالووز اللي مقطوع في التقب، ده اللي هو طوله الاثنين
اسف، اصغر حاجه هو الاوز اللي ثلاثه، اللي هو طول المسمار. طول الاوز اللي موجود في الثقب بيكون ازيد منه بربع الديامتر، والثقب بالكامل بيكون عمقه ازيد ربع من طول الاوز اللي معمول في الثقب. يعني دايما المسافه بين ال واحد وال اثنين وال ثلاثه هي ربع الديامتر. يعني اصغر واحد هو ال ثلاثه، اللي هو ايه؟ اللي هو طول الاوز المسمار. لما اضيف له ربع، اضيف على الطول ده هو ربع القطر، هيديني طول الالووز اللي موجود في الثقب. لما اجيب طول الالووز الموجود في الثقب ده واضيف عليه ربع القطر كمان مره، يديني ايه؟ عمق الكامل للثقب اللي احنا ايه محتاجينه علشان نعمله، علشان نعمل التركيبه اللي قدامنا. ولاحظ كمان احنا بنقول ده كلام مهم وبنحتاجه كتير في التصميم. واحنا ليه بنقول هنا دلوقتي؟ لان احنا بعد كده لما هنيجي بنصمم جزء، بنصمم جزء من ماكينه معينه بيبقى مكون مجموع من الاجزاء، ممكن نحتاج ان احنا نربطها مع بعض بمسامير. يبقى لازم يبقى انا في ذهني ازاي انا بعمل المسمار وايه اللي بيحصل، عشان لما اجي ارسمه ارسمه صح، بشرط ان الفني اللي هينفذ هذا الكلام يقدر يفهم الرسم اللي انا هرسمه له ويقوم بالتنفيذ على الوجه الايه السليم. اللوحه الواضحه قدامنا دي، الرسمه اللي قدامنا فيها الانواع الثلاثه للمسامير اللي احنا بنستخدمها في التصميم الميكانيكي. اول رسمه اللي هي اللي على الشمال دي، دي اللي احنا بنسميها الثرو بولت. الثرو بولت معناها المسمار النافذ. المسمار النافذ ده مسمار ليه راس اللي هي من فوق، وبتركب عليه صاموله وتحت من تحت، وبين الصاموله وبين الجسم السفلي الملامس للصاموله بنحط ايه؟ ورده، اللي باين لنا على شكل ايه؟ مستطيل في الرسمه اللي قدامنا اللي على الشمال. لاحظ في هذه الرسمه ايه؟ ان المسمار ليه قطر دي، ودي دهون تتوقف على المسمار ده السايز بتاعه ايه؟ يعني لو كان ام 12 يبقى الدي بتاعته ب 12. لما نبص في هذه الرسمه اللي هي على الشمال دي بدقه شويه، نلاحظ ان الثقوب اللي موجوده في الجسمين، مع المسمار ده بين المسمار بين راس المسمار والصاموله ومعاها الورده، في جسمين هم متشابهين في اتجاهين عكسيين، فيهم ثقب. الثقب ده بيكون قطره اكبر من قطر المسمار، عشان اقدر بسهوله انزل ايه المسمار. وعاده بيكون القطر ازيد بواحد من عشره دي. يعني لو كان المسمار ده ام 12، فهيكون الثقب اللي معمول هو 12 زائد 1 من 10 في 12، يعني 1 2 من 10 يحط 13 و2 من 10 مللي. ده قيم قطر الثقب اللي هيركب فيه المسمار الايه النافذ ده هو اللي قدامنا. وبنسميه ثرو بولت او مسمار نافذ ليه؟ لان نلاحظ بيخش من ناحيه وينفذ ويظهر من ايه طرفه من الناحيه الاخرى بعد ما يمر خلال الجسمين اللي انا عايز ايه اربطه. ده النوع الاولاني. النوع الثاني اللي في الوسط ده اللي بنسميه تاب بولت. التاب بولت ده مسمار ليه راس ولكن ما بتركبلوش صاموله. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بعمل له ثقب مقلوص في جزء من الجزئين. هنا هو مثلا عندنا في الجزء التحتاني ده هو معمول فيه ثقب ومتقلوص، وبعد ما عملت فيه ثقب ومتقلوص حطيت عليه الجسم الثاني اللي هو الجسم العلوي، يعني الجسم التحتاني عملت فيه ثقب وقلوصته بالطريقه اللي احنا قلنا عليها قبل كده. وبعد كده حطيت فوقه الجسم الثاني وعملت فيه ثقب، ثقبه لازم يبقى اكبر من قطر المسمار بواحد من عشره برضه دي. وبروح مركب المسمار عليه والف المسمار لغايه لما يروح ايه زانق، يعني المسمار الالوز بتاعه يشبط في الالوز بتاع الثقب التحتاني فيجمع الجزئين على بعض، وبالتالي المسمار هنا بيبقى عليه تنشن، يبقى عليه شد. يعني لما تخيل المسمار ده بيربطه مع بعض كما لو ان المسمار بتاعه عايز يدخل ايه يزيد في الطول، زي وزي الحلقه الاولانيه برضو. هنلاقي المسمار برضو ايه لما برضو بالصاموله بين الصاموله والمسمار او راس المسمار وضغط الاثنين الجسمين، هل الجسمين عليهم ضغط اللي هو الجسمين اللي عايز اربطهم، لكن المسمار نفسه عليه ايه شد. نفس الكلام هنا اهون، هبص المسمار برضو هنا ايه عليه شد، والجسم التحتاني هيبقى الجسم الوسطاني اللي هو مش اللي فيه الالوز اللي هو فيه الثقب الواسع شويه ده هيبقى برضو ايه مضغوط.
اما الرسمه الثالثه اللي على اليمين فدي بتوريني الاصطاد، والاصطاد ده عباره عن ايه؟ عباره عن مسمار، عباره عن جزء اسطواني او بار ليه ألغوزين يعني بتخلص من طرفيه الفوقاني والتحتاني، وبنستخدم فيه صامولة. ودايما لما باجي استخدم صامولة على مسمار بحط تحتيها وردة، ما بحطش تحت راس المسمار ورد، لا بحط تحت الصامولة اللي بستخدمها وردة. ولاحظ حاجة ان الصد ده هو بيجمع الاثنين مع بعض. يعني ايه بيجمع الاثنين مع بعض؟ يعني لاحظ ان هو طرف منه بيزرع في الجزء التحتاني في الجسم، في جسم من الجسمين اللي عايز اربطهم مع بعض، والطرف الثاني من الاصطاد بربط عليه بالصامولة عشان يضغط لي الجسمين على بعض او يربط لي الجسمين على بعض ويخلي لي الجسمين كما لونهم ايه قطعه واحده. ولاحظ برضو ان التوب المعمول في الجزء في الشغله اللي انا عايز اربطها الوسطانيه، ما بالنسبه للاصطاد في شغلتين، الشغله اللي تحت والشغله اللي فوق. الشغله اللي تحت فيها الالغوز، والشغله اللي في اللي فوق والشغله اللي فوق فيها القطر اللي هو اوسع من دي بتاعه المسمار بمسافه برضو ايه 1/10. هنشوف دلوقتي خطوات تركيب الاصطاد. الرسمه الواضحه دلوقتي دي الرسمه النهائيه لاصطاد راكب في التقب بتاعه بعد ما الوصه. طبعا انا قبل ما بركب بكون عارف الاصطاد بتاعي ده قطره كام، وعارف لان انا عارف الاصطاد بتاعي ده السايز بتاعه ايه، حجمه ايه، ام كام، هو ام 20، يبقى انا عارف ان القطر بتاعه الخارجي 20، يبقى عامل التوب بتاعي على هذا الاساس بالابعاد كلها طبقا لطول الايه طبقا لقطر المسمار وطول الايه طرف المسمار اللي هيركب في التوب دي، خلاص احنا عرفناها. طيب ايه اللي احنا نلاحظه في هذه الرسمه؟ عشان نلاحظه في الرسمه هنشوفه ايه ببعض الايه الالوان المختلفه. يعني اللي واضح قدامنا دلوقتي دون باللون الاخضر دون، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الجزء من المسمار اللي دخل في التوب. ونلاحظ ده عباره عن ايه؟ عباره عن مستطيلين جوه بعض، مستطيل الخارجي اللي هو الكبير الاخضر الكبير دون ده مستطيل سليم لان ده السطح الخارجي للمسمار، ومستطيل داخلي اللي هو فيه او بمعنى صح خطين موازين لضلعي المستطيل الرئيسيين دول، خطين منقطين دول، دول اللي بيديني سنان الالغوز بتاعت المسمار، ودول كده رجموا في التقب. ومن تحت فيه اللي هو ايه الشطفيه اللي معموله في المسمار من تحت دي اللي هي في الجزء الاخضر من تحت دي، دي اللي هي الشطفيه بتاعت اللي انا بعملها في المسمار زي الشطفيه اللي معموله في راس المسمار او الاصطاد ده من فوق. من فوق في نفس الشطفيه دي، لان ما ينفعش اخلي القطعيه بتاعتي حاده الحروف، دي بتبقى خطر على العامل اللي هو بيستخدمها، زائد انها بتبقى من الصعب في عمليه ايه بدايه التقاء الاصطاد مع التوب. عشان كده بعمل الشطفيه عشان تبقى ايه بخلي ايه جزء الشطفيه دي اولا بتبقى على زاويه 45 درجه وبعملها على المخرطه، والمسمار بيبقى معمول كده يعني انا ما بعملهاش، وبيجي المسمار كده وبيكون التخانه بتاعتها او ارتفاع الشطفيه دي بيكون في حدود 1.5 مللي، دي عشان تديني قطر اقل تعمل عمليه سنترنج، تعمل عمليه ضبط، تعمل عمليه تحديد تساعدني في ان انا اخلي المسمار يخش على طول ايه في التقب بسهوله في ايد العامل، بشرط ان هو يقدر يخليه ايه يلقط اول سنتين مع بعض وبعد كده يلفه بسرعه ايه عشان يركب في مكانه. دي اول حاجه. لاحظ هنا حاجه كمان، نلاحظ حاجه ان نهايه الالغوز بتاع المسمار، انا بكلمك على الالغوز بتاع المسمار السفلي ماليش دعوه بالعلوي، العلوي ده هيركب فيه صاموله دي حاجه ثانيه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على السفلي اللي هو يركب في الايه في الجسم التحتاني اللي هو فيه الثقب المقروص. الاحظ ان نهايه الالغوز بتاعه المسمار بتاعه الجزء المقروص من المسمار السفلي النهايه العليا لهذا الالغوز بتيجي بالظبط مع بدايه الالغوز بتاع الايه بتاعه الثقب اللي مع المقلوز اللي في الشغله. يعني لو تخيل الالغوز ده المسمار ده لو انا لسه بركبه بقعد الففه الاول بحطه عند الثقب لغايه لما ابتدي اول سنتين يركبوا مع بعض واقعد الففه لغايه لما ايه وكل ما بلففه كل ما بيتحرك لاسفل لاسفل لاسفل. لو جيت في الوسط وقفت قبل ما نهايه الالغوز يجي على السطح دون، معنى كده الالغوز ده بايدي كده لو حركته الاتجاه العكسي هيفك، لكن لو قعدت الفه لغايه لما نهايه الالغوز يوصل لنهايه الثقب، اقصد نهايه الالغوز اللي هو السطح العلوي للالغوز مع السطح العلوي للثقب، هلاقي ان كده بيحصل بيبتدي بعد كده ايه سنان الالغوز بتعشق مع بعضها، اصبح المسمار ده ماسك في مكانه ما اقدرش بايدي حتى لو ربطته بمفتاح
مش بسهوله ممكن افكه ايه من مكانه. ودي مهمه جدا 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 جدا. وبالتالي اللي ما يجيش في الرسم بتاعه يعمل ان نهايه الالووز مع نهايه الشغله، يبقى الكلام ده ايه مع نهايه الالووز بتاع الثقب المعمول في الشغله، يبقى معنى كده المسمار ده مفكوك ما ينفعش، ما يركبش وما يشتغلش. لكن يشتغل امتى؟ زي الوضع اللي هو قدامنا ده كده، اللي هو الخط الاخضر العلوي في الالووز ده يكون ماشي مع الخط اللي هو بتاع الشغله، السطح العلوي للشغله السفليه اللي فيها الايه التوب. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، في جزء دلوقتي ظهر قدامنا جزء لون بامبا كده، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بقيه الجزء من الالووز اللي معمول في التوب اللي هيتبقى بعد ما ركب المسمار. ليه؟ احنا قلنا ان طول الغوز المسمار هيبقى اللي 3، وطول الغوز اللي نعمله في التوب هيبقى L2، وL2 بتزيد عن L3 بربع الديامتر. وبالتالي فالمسافه بين الخط البامبا وبين الخط الاخضر دي هتبقى ايه 25% الديامتر بتاع الايه المسمار. والمنطقه دي هي دي اللي هي ايه بقيه التوب الايه المقلص. الاحظ ان التوب المقلص وضعه ازاي؟ هو برضه عباره عن مستطيل وجواه خطين. المستطيل الخارجي ده هيبقى ايه؟ منقط. والخطين الداخليين دول هيبقوا سلام. لان الخطين الداخليين دول بيدوني الاسطح بتاعه الالووز اللي معمول في التوب جوه التوب، يعني من الجهه الداخليه للتوب. والخطين دول خطين السلام، والخطين المنقطين ده بيدوني القيعان بتاعه الالووز بتاع التوب اللي موجود جوه الجسم. وبالتالي الستاندر او الاتفاق في الرسم الهندسي او في التصميم الميكانيكي ان ايه ان القيعان الخارجي الداخليه اللي موجوده في التوب بتبقى الخط المنقط، وقمه الالووز من عند التوب بيكون ايه خط سليم. وبالتالي هلاقي ان ايه ان هو في خط في خط منقط خارجي، وهلاقيه ده ماشي مع الخط الاخضر السليم بتاع المسمار الخارجي، وفي خط سليم من جوه بعديه ده ماشي مع الخط المنقط بتاع الايه بتاع المسمار. خط منقط الاخضر بعديه خط سليم ايه بامبا، وكل خط سليم اخضر مع بعديه جزء اللي هو ايه خط منقط بامبا. والمسافه دي هي اللي هي ايه بتاعه ارتفاع اللي هو المستطيل البامبي ده اللي هي ايه 25% الديامتر، اللي هي بقيه الجزء من الثقب الذي لم يتم استخدامه، لان انا هستخدم بس ايه الطول اللي هو اللي ايه 3. يتبقى لنا حاجه كمان الاخيره اللي هي ايه ظاهره لي قدامي دي باللون الايه الاحمر، ودي عباره عن ايه؟ دي بقيه الثقب بتاعي. دي بقيه الثقب بتاعي اللي هو كان قطره قبل كده احنا قلنا عليه دي واحد، ودي واحد ده بيبقى اقل من دي اللي هي قطر المسمار، ودي واحد دي ده قطر بيرتبط بالبنطه اللي بفتح بيها الثقب دون عشان اعمل فيها الالووز عشان اركب فيها المسمار. وبلاحظ حاجه ان عباره عن هو برضو بقيه الثقب هو عباره عن مستطيل وفي نهايته المخروطي دون، والمخروطي دون الزاويه بتاعته 120 درجه اللي هي ايه بتديني الحافتين القاطعتين بتوع البنطه، تمثيل للحافتين القاطعتين للبنطه اللي فتحت بيها ايه الثقب. يبقى لحد كده احنا دلوقتي ايه عرفنا ازاي تفسير عمليه ايه جويط راكب في ايه في الشغله. واهم حاجه في الجويط مع الشغله او في الجزء من الجويط اللي هو مزروع في الورك بيس بتاعتي، ان نهايه الالووز مع السطح العلوي للشغله. لو الخط الاخضر ده هو اللي قدامنا الخط العلوي خالص الاخضر ده، لو طلع لفوق شويه معنى كده المسمار مفكوك. لو نزل لتحت ما ينفعش، لان لو نزل لتحت معناها جزء من الساق بتاعت المسمار اللي ما فيهاش الالووز هتخش جوه الثقب المقلص، وده مش هتحصل. وبالتالي يبقى لازم يكون نهايه الالووز بتاع المسمار مع بدايه الالووز بتاع الثقب المقلص. دي ناخد بالنا منها قوي ايه، ودي من النقاط الاساسيه اللي لازم تتحط في الاعتبار في عمليه رسم الايه الجوايط او زرع الجوايط او الاسمبلي، عمليه التركيب بتاع الجويط في ثقب ايه مقلص.
هننتقل بعد كده الى حاجه تانية، وهي هركب بقى دلوقتي الايه الجزء الثاني اللي هو باين قدامي دلوقتي اهو. الجزء الثاني ده عباره عن ايه؟ عباره عن الشغله الثانيه اللي عايز ايه اجمعها على الشغله الاولانيه اللي انا كنت عامل فيها الايه اللي كنت عامل فيها الثقب المقلص. يبقى انا عملت في انا عندي جزئين دلوقتي في الرسمه اللي واضحه قدامي دلوقتي، دول جزئين عايز اربطهم مع بعض. الجزء التحتاني عملت فيه الثقب وقلوصته وزرعت فيه الجويط، والجزء الثاني ده اللي هو الجسم الثاني اهو حطيته دلوقتي فوقه. بعد كده المفروض ايه؟ الاحظ حاجه، الاحظ ان الخطوط الحمراء الرأسيه دي بتديني القطر بتاع الثقب اللي هيخش المسمار هيعدي منه، وبالتالي القطر الاحمر بتاع الثقب او القطر بتاع الخطين الحمر دول ده لازم يكون اكبر من قطر المسمار بواحد من عشرة الديامتر زي ما قلنا ايه قبل كده. وبالتالي يبقى دلوقتي كده جمعت ايه الحتتين على بعض، وايه وبعد ما زرعت الايه الجويط. يبقى اول حاجه زرعت الجويط وربطته، بعد كده جمعت الحتتين على بعض، بعد كده الحاجه الثالثه ان انا اعمل ايه اللي باينه دلوقتي قدامي اللي هي اركب ايه الوشر اللي هي الورده والصاموله من فوقها اربطها، هتروح المجموعه كلها ايه ماسكه في بعض. وهنا ناخد بالنا من ايه من حاجه، ناخد بالنا من ان الجويط في الاصل هو بيزرع وبيثبت في الجسم التحتاني اللي زي الخطوه الاولى اللي احنا شفناها، بشرط انه يبقى ماسك فيه يعني مربوط فيه ربط كامل، يعني الانجيجمنت بينهم او التعشيق بينهم بيبقى تعشيق كامل. بشرط ان انا ما اقدرش افك المسمار، لا ده عشان افكه لازم استخدم مفتاح واستخدم عزم جامد عشان افكه. وبعد كده لما بحط الجسم التاني زي الخطوه الوسطانيه ده بيتحط حر، وبعد كده بروح حاطط الورده ثم الصاموله واربط الصاموله. لما باجي اربط الصاموله بتبتدي الصاموله تروح شده تشد في المسمار لفوق فيحصل فيه تنشن، وتروح ضغطه الصاموله معاها الورده تضغط على الايه على الجزء اللي في الوسط اللي هو الشغله الوسطانيه اللي هي الشغله الثانيه اللي انا عايز اربطها مع الشغله الاولى اللي فيها الثقب، وبالتالي بتتم عمليه الايه الربط. ودي ايه تفاصيل عمليه ازاي احنا ممكن نرسم تجميع جزئين باستخدام استاد. يتبقى دلوقتي ان احنا نتعرض لازاي احنا في الناحيه العمليه بنعمل الكلام ده. طيب الجويط ده ملوش راس عشان احط فيها مفتاح واربط بيها، فطب هركبه في الثقب ازاي؟ يعني دلوقتي المفروض الجويط دلوقتي في ايدي وعايز اركبه عشان اعمل الشكل اللي على ايدي الشمال. بعمل ايه؟ بجيب الجويط واجي من الطرف اللي هو قدامي العلوي قدامي ده وكده اللي هو في الوز كبير شويه عن الطرف الثاني، لان الطرف الاصطاد الصغير ده اللي هينزل في الثقب، الطرف الطويل اللي هو اللي ايه هيركب فيه الصاموله. الطرف اللي هيركب فيه الصاموله ده بقى وانا ماسك المسمار في ايدي اركب فيه صامولتين في الاول. اركب اول صاموله شويه كده امشيها شويه فيه كده لغايه مثلا لما توصل تحت نهايته او قرب نهايته، واروح مركب الصاموله الثانيه لغايه لما تيجي عليها، واروح ماسك بمفتاحين امسك الصاموله الاولانيه والصاموله الثانيه بمفتاحين والفهم عكس بعض، يعني واحده يمين والثانيه شمال، هيروحوا الصامولتين مع الشقين مع بعض، اصبحوا الصامولتين دول او بمعنى صح اصبحت الصاموله اللي فوق الخارجيه اللي ناحيه الطرف الاستاد اصبحت دي كما لو انها راس مسمار. اروح ماسك بقى الاستاد ب الصامولتين دول واروح حاططهم في الثقب، ومن الصاموله الفوقانيه بتاعتي اقعد الف بمفتاح لغايه لما اربط واستخدم عزم قوي لغايه لما ايه اربط الايه الاصطاد في الثقب بتاعه المقلص. في الحاله دي اصبح عندي الاصطاد ركب في الثقب المقلص وعليه صامولتين. الصامولتين دول اروح ماسكهم مره ثانيه بمفتاحين واروح لافف عكس الاتجاه الاولاني، يعني امسك الصاموله اللي تحت الففها انزلها لتحت والصاموله اللي فوق ارفعها لفوق، يعني اللي فوق الففها ناحيه اليمين واللي تحت الففها ناحيه الشمال، يروحوا الاثنين فاكين من بعض، اروح فاكك الصامولتين بايدي هتبقى بسهوله، افك الصاموله العلويه وبعدين السفليه، اصبح الايه الجويط مزروع ايه في مكانه. دي
من الحاجات الاساسيه اللي احنا ايه بنعملها عشان ايه لازم نبقى عارفينها، ازاي احنا بنركب الاصطاد في الطوق بتاعه. لو مسمار سهل، لو المسمار ممكن من الدماغ بتاعته احط المفتاح وايه واربطه. انا بستخدم عشان بعمل للجويد ده راس او هيد عن طريق ايه الصامولتين اللي انا ركبتهم مع بعض دول، عشان ايه اقدر من العلويه بتاعتهم استخدم الايه المفتاح واربط الجويد وازرعه في ايه في مكانه. ودي من الحاجات الاساسيه المهمه اللي الواحد لازم يبقى ايه عارفها. دي من ناحيه في الناحيه العمليه ازاي ايه بنعملها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضو بكرر واعيد ان انا دايما لازم احط ورده تحت الصامونه زي الرسمه اللي على ايدنا اليمين. الورده دي بيبقى قطرها برضو اكبر من قطر المسمار، يعني لو قطر المسمار دي قطر الورده بيبقى اكبر من دي، وهنشوف الابعاد بتاعتها بالظبط ايه بعد كده. بس النقطتين دول اساسيتين ولازم نبقى واخدين بالنا ايه منهم. هنتكلم دلوقتي على الثرو بولت بعد ما خلصنا الاستاد. شوف ازاي ايه هو الثرو بولت. الثرو بولت زي ما قلنا مسمار ليه راس وبيعدي في تقبين موجودين في الجزئين اللي انا عايز اربطهم، لغايه لما يعدي من ويظهر طرفه من الناحيه الثانيه بحط الورده والصاموله وبربط فيشد الاثنين مع بعض. الاحظ اول حاجه ان الهول او الثقوب بتاعه الثقوب اللي معموله في الشغلات اللي انا عايز اربطهم بالمسمار ديت بيبقى قطرها اكبر من قطر المسمار، بتبقى 1.5 1.2 البولت ديامتر. هو في الواقع بتبقى من 1.1 1.2، ويفضل انها تبقى 1.1، لان انا كل ما اخليها كل ما اخلي الثقب ضيق كل ما كان بيديني عمليه ادجستمنت او ظبط في عمليه التركيب افضل. لان انا بلاحظ ان كل ما يكون الثقب كبير ممكن الجزئين بالنسبه لبعض يبقى ليهم حركه في الاتجاه الافقي. بالنسبه للرسمه اللي قدامنا في الاتجاه الافقي ممكن اي جزء لو ثبت الجزء الاولاني التحتاني مثلا ممكن الجزء الفوقاني يتحرك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، او العكس لو ثبت الجزء الفوقاني ممكن الجزء التحتاني يتحرك ناحيه اليمين وناحيه الشمال قبل عمليه الربط. بشرط ممكن لو اتحركوا عن بعض وربط جامد هيصبح الاثنين في شيفت بينهم وبين بعض، وبالتالي يفضل ان هو ايه بقدر المستطاع كل ما كان الشغل بتاعي محتاج دقه عاليه كل ما اخلي التوب اللي في الشغله يكون يكفي يكون 1.1 البولت ديامتر، ولغايه 1.2 البولت ديامتر ممكن ايه تمشي الامور على كده. لاحظ برضو ان البولت في هذه الحاله المسمار بيكون تحت تاثير شد، تحت تاثير شد. ليه؟ لان انا لما بركب المسمار ده في تخيل مثلا الرسمه اللي قدامي ديت يبقى انا همسك المسمار بايدي من الراس بتاعتها واروح مسقطها في التقبين كده فيظهر طرفه من تحت، اروح حاطط الورده واحط الصاموله وابتدي امسك بمفتاح من فوق ومفتاح من تحت والف واثبت مثلا راس المسمار والفف الصاموله في الاتجاه اليمين اليمين لغايه لما تروح ايه رابطه، لان كل ما بتلف كل ما الصاموله بتتحرك في الاتجاه الاعلى كل ما بتشد المسمار لاسفل، والمسمار محكوم دماغه او راس المسمار راسي على السطح العلوي للشغله فبيفضح المسمار بتاعي اندر ايه تنشن وبيتشد المسمار بتاعي والشغلات بيبقى ايه في حاله عليهم ايه ضغط، والضغط الواقع بينهم بين السطح بين سطحين، السطح الاولاني هو السطح بين راس المسمار والسطح العلوي للشغله العلويه ده اول سطح، والسطح الثاني اللي هو السطح بين الصاموله او الورده بمعنى اصح والسطح السفلي للشغله السفليه. بين السطحين دول بتبقى الشغلتين ايه مضغوطين مضغوطين، وبالتالي يبقى البولت زي ما احنا كاتبين كده دلوقتي قدامنا البولت از اندر تنشن تحت شد، والاليمنتس اللي هو الشغلتين بتوعي التو ورك بيسز بتوعي ار بيبقوا ايه اندر ايه كومبريشن. دي نقطه مهمه ايه ناخد بالنا منها. النقطه الثانيه اللي احنا ناخد بالنا منها ايه، ان 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 سنه الالاوز بتاعتي بتاعت المسمار لو نلاحظ كده نهايته داخله جوه التوب، ودي لازم ما ينفعش يكون نهايه سن المسمار. خد بالك ناخد بالنا ان المسمار هنا هو القطر بتاعه محدد بخطين زر، والالاوز بتاعه خطين زر راسيين ده القطر المسمار، وفي خط
افقي اسود وتحتيه خطين ملقطين بتوع الالواز. ده الخط ده بيديني الخط الاسود الافقي دون اللي بيديني نهايه الالواز. ما ينفعش الالواز دون يبقى نهايته بره الشغلتين، لان لو نهايته بره الشغلتين الصاموله هترسل غايته، هتيجي لغايه عنده وتقفل، وبالتالي ممكن يكون ايه، يكون وهي قافله يكون الجزئين الشغلتين مش مربوط عليهم يعني حرين فري، فمبقاش عملت الايه الغرض اللي انا عايزه. وبالتالي لازم ايه الخط بتاع نهايه الالواز يكون جوه الشغلات. جوه بقد ايه؟ بملي، باتنين ملي يكفي، بخمسة ملي، بعشرة ملي ما يجراش حاجه، لكن اهم حاجه لازم يكون الخط الافقي الاسود دون جوه الشغلتين، جوه الشغلتين. يعني ما ينفعش يبقى مماس لايه للسطح السفلي بتاع الشغل بتاع القطعه اللور بارت او الاليمنت التحتاني. ما ينفعش الخط بتاع نهايه الالواز يبقى ايه منطبق عليه، ولا ايه؟ لان مفيش حاجه اسمها، احنا ما عندناش حاجه اسمها ان انا ممكن اظبطه بالظبط كده. لو جيت اعمله كده ممكن يزيد سنه مني او ينزل تحت سنه، فالصامولتين ايه او الصاموله مع المسمار ما يربطوش على جزئين. وبالتالي لازم اضمن دايما ان الخط الافقي الاسود اللي هو بيحدد لي نهايه الالواز بتاع المسمار يكون جوه الشغله، يعني يكون اعلى بالنسبه للشكل قدامي دون، يكون اعلى من الخط الافقي بتاع السطح السفلي بتاع الشغله السفليه اللي انا بربطها، اللي هو منطبق على السطح العلوي للورده او الوشر اللي هي ممثله عندي هنا بالايه بالمستطيل اللي ايه اللي فوق الصاموله على طول. اخد بالي برضو ان الصاموله فيها شطفيتين زي ما قلنا قبل كده، شطفيه من فوق وشطفيه من سفل من تحت، في حين ان راس المسمار شطفيته من فوق بس، لكن السطح السفلي بتاعه مفيش فيه ما عليهوش شطفيه، لان ده بيرسى على السطح بتاع الايه الشغله ايه بتاعتي. ودي ايه ده اللي هو ايه تركيب الثروبولت. هنتكلم دلوقتي على تركيب التاب بولت. كلمة تاب بولت اللي هو المسمار ابو راس، والتاب بولت زي ما في الرسمة اللي قدامي هنا عندي شغلتين، الشغلة العلوية بعمل فيها تقب اوسع من قطر المسمار، وزي ما عرفنا قلنا من واحد من عشرة الى واحد واثنين من عشرة ديامتر. والشغلة التحتية السفلية اللي هو البارت دي بتبقى ثريدد، يعني بيتعمل فيها التقب ويتعمل فيها الايه الالواز علشان المسمار ايه يركب فيها. اخد بالي من حاجه، الرسمه هنا موضحه لي مجموعه حاجات. اولا ان من تحت خالص هلاقي التقب بتاع المسمار، التقب اللي انا عامله في الشغله، وفوقيه الجزء الخاص اللي هو نهايه الالواز، وفوقيه المسمار. الحته التحتانيه دي ايه ضروريه لازم ناخد بالنا ايه منها. الكونكشن اللي بتحصل بين المسمار والشغلتين بيتم ازاي؟ لما انا باجي اربط المسمار بلاقي ان المسمار بيقعد الالواز بتاعه يشد في الجزء التحتاني، السنان بتاعت الالواز مع سنان الالواز التقب، لغايه لما سطح العلوي اللي هو باين قدامنا بالنقط الحمراء، السطح العلوي للراس المسمار توصل للسطح العلوي بتاع الجزء الابر بارت او الجزء العلوي، وبتبتدي تروح ايه قافشه فيها، فبتبتدي يحصل ان هو تعشيق بين سطحين، السطح العلوي اللي هو الناشئ بين او السطح العلوي اللي هو بين راس المسمار والسطح العلوي للجزء للجزء العلوي، والناحيه الثانيه بين سنان الالواز المعشقه مع ايه مع الشغله مع الشغله. وبالتالي بلاقي ان المسمار بتاعي ده برضه في حاله تنشن، والشغله العلويه بتبقى في حاله ايه كومبريشن، في حين الشغله التحتيه بتشتغل كسبورت كنقطه ارتكاز اللي بيحصل فيها ايه عمليه التعشيق. ونلاحظ ان هو برضه ان نهايه الالواز بتاع المسمار ان هو كان اعلى من الخط الفاصل بين الشغلتين، بعكس الاصطاد. في حاله الاصطاد كان لازم الخط بتاع نهايه الالغوز يبقى على الخط الفاصل بين الشغلتين، لكن هنا بيبقى اعلى. ليه اعلى؟ لان انا ما هنا مش محتاجه انه يوصل لهنا، مش هقدر اوصله لهنا، لان انا مجرد ان هو ان السطح بتاع المسمار بتاع راس المسمار يوصل للجسم
هيبتدي يروح ايه هيعمل ينشئ قوه عكس القوه الناشئه بين سنان الارغوز، فيشدني المسمار فيضغط لي على الشغلتين مع بعض فيمسكهم لي ايه في بعض. ودي من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. يعني بكلمات اخرى يعني او بطريقه اخرى، بالنسبه للتبولت التعشيق ان هو بيتم نتيجه القوه المتبادله بين الناتجه في بين اول بين السطحين بتاع راس المسمار والسطح العلوي للشغله العلويه، والقوه الاخرى اللي هي رد الفعل بتاعها اللي هو بيكون بين سنان الالوز بتاع المسمار مع سنان الالوز الشغله اللي ايه الباين في الدوائر اللي هي واضحه ايه قدامنا. دي النقطه الاساسيه اللي هنا. والحاجه الاساسيه اللي برضو التانية والضرورية والمهمة جدا اللي تبين اللي فاهم من اللي مش فاهم هو بيعمل ايه، اللي هو نهاية الألغوز. نهاية الألغوز لازم تبقى اعلى من نهاية الخط الفاصل بين الجسمين، وزي ما احنا وضحنا ايه دلوقتي. هنتكلم دلوقتي على Relative Dimensions of Hole and Bolt او الابعاد النسبية للثقوب والمسمار. هنفترض دلوقتي مثلا ان احنا عندنا ستاد زي الرسم اللي قدامي هو مع الشق في الثقب بتاع الشغله التحتانيه، ورابط جزئين مع بعض، وفيه الصاموله وفيه الورده. ولاحظ ان دايما الصاموله بعد ما بتربط مع الورده بتبقى جزء من المسمار او من الستاد او من الجويط بتبقى ظاهره ايه من فوق. قطر المسمار دي، وبالتالي لو احنا نفترض مثلا الرسمه دي بمسمار ام 30 معناها ان دي بتاعتي كام 30 ملم. اول حاجه يبقى ارتفاع الصاموله 8 من 10 ديامتر، يعني كام؟ يعني 8 من 10 30 يبقى 24 ملي. دي اول حاجه. تاني حاجه التخانه بتاعه الوشر هايت الارتفاع بتاعها الثيكنس بتاعها او الهايت بتاعها 15 من 100 ديامتر، يعني لو الديامتر كان 30 بتاع المسمار معنى كده ان الصاموله بتاعتي تبقى 4.5 ملم الارتفاع بتاعها. ولاحظ معنى كده ايه، اولا 30 ملم ده معناه المسمار ايه 3 سم قطره، يعني مسمار يعتبر ضخم يعني، وعشان كده الصاموله بتاعته ايه الصاج بتاعها تقيل او يعني التخانه بتاعتها تقيله 4.5 ملم. القطر الخارجي بتاع الصاموله اللي احنا بنسميه دي 3 وهو باين في البلان ده بيبقى ايه يساوي 2 الديامتر، يعني بيبقى 60 ملي. 60 ملي ليه؟ لان يا دوبك بيبقى جاي على يعني راسي، بيبقى فيه لحميه جايه على الجسم ايه نفسه، على الجسم ايه نفسه. بعد كده هو السطح اللي انا السطح الافقي باين في البلان اللي هو البعد ايه دون اللي هو لو انا باصص في البلان من فوق وبركب المسمار لازم يبقى في سطح موجود فيه الثقب، هيبقى على شكل دايره اللي هي الدايره الداخليه دي، وبعدين هيركب عليها الورده والصاموله. الجسم ده هو لابد ان يكون عرضه ما يقلش عن 2.5 ديامتر، ده العرض بتاع اللي هو ايه اصغر بعد هعمل فيه الثقب واركب فيه المسمار قطره دي. البعد بتاع ايه ده هو ما يقلش عن 2.5، يعني ما يقلش عن 75 ملم. الاطوال بقى ال1 وال2 وال3 عرفنا ال1 اللي هو الثريد اوف بولت لينس ده بيبقى يساوي ضعف ثريد اوف بولت لينس اللي هو طول المسمار طول الجزء من المسمار المقلوص اللي هو هيركب في الثقب ده بيساوي 2 ديامتر زائد 1.25 ملم. والهول بتبقى بتساوي طول المسمار، واحنا عرفنا ان المسمار ده هو ده بيبقى اقل اصغر طول، فاحنا عندنا ثلاث اطوال دلوقتي، طول المسمار اللي هيركب في الهول، وطول الالغوز المعمول في 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 في, في الهول، وطول الهول نفسها. اكبر حاجه طول الهول نفسها واصغر منها شويه ب 25% من الديامتر اللي هو الايه اللي هو طول الالغوز اللي معمول في الثقب، واصغر منه ب 25% اللي هو ايه طول الجزء المعلوز من المسمار اللي هو الالغوز الخارجي. يبقى الالغوز الخارجي هو بيكون اللي هو بتاع المسمار، وده ايه
اصغر ما يمكن، وبعديه بيزيد عليه ب 25% من الديامتر الالغوز بتاع الثقب، وبيزيد على الطول بتاع الغوز الثقب ب 25% الديامتر الايه طول الثقب نفسه ده انا هعمله عشان اعمل فيه الغوز عشان اركب فيه الايه المسمار. وبالتالي لو انا عرفت طول المسمار من ايه، عرفت قطر المسمار اقدر احدد منه طول الجزء اللي هيخش في الايه في المسمار، وهو طوله بيبقى كام؟ 2 الديامتر زائد 1.25 ملم. دي ضروريه، ودي الحسابات دي متاخده من الخبره العمليه، وعشان القوه بتنشا يعني القوه بتاعه الربط بتنشا من طول المسمار، لان طول المسمار بيعني عندي عدد السنان بين المسمار وبين الثقب اللي هم في حاله تعشيق او في حاله انجيجمنت، في حاله تعشيق مع بعض. كل ما الطول ده زاد كل ما كانت الايه الوصله بتاعتي ايه اكثر ايه قوه. دي الايه البيانات اللي احنا ايه لازم نكون ايه عارفينها واخدين بالنا ايه منها. والرسمه دي طبعا الابعاد اللي فيها دي بالنسبه للستب، بالنسبه للمسمار لاي مسمار سواء كان تاب بولت او ثرو بولت، نفس الابعاد دي هي ونفس البيانات دي هي ونفس القواعد دي بتسري برضو على ايه على التنين مع التصرف، يعني مع ايه مع التصرف يعني يعني الجزء الفوقاني بتاع الاصطاد اللي هو فيه الصاموله يسري عليه اللي بيسري على الجزء البارز من الايه من الثرو بولت. وبالنسبه للتاب بولت بيفرق عن الشكل اللي قدام ده حاجه واحده، في ان الصاموله الفوقانيه اللي احنا هنركبها بتبقى مش موجوده، بيكون مكانها بالنسبه للتاب بولت بيكون مكانها راس الايه راس المسمار اللي هو بيبقى ارتفاعها كام 7/10 الايه الديامتر. طب قلنا حاجه واحده ان الجزء فيه هنا بعد اسمه ال اللي هو في الرسمه من فوق خالص اللي هو بين سطح الشغله العلوي سطح علوي الشغله العلويه وبين نهايه المسمار ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارتفاع الورده وارتفاع الصاموله وجزء من المسمار. الجزء من المسمار ده هو ده بيكون في حدود من 3/10 5/10 الايه الديامتر بتاع الايه المسمار بتاع المسمار. وبالتالي يبقى الاساس عندي بيبقى دايما هو ايه قطر المسمار اللي هو جاي من ايه من حجم المسمار الام بتاعه المسمار، هل هو ام 30 ام 33 وهكذا. وبكده بقى احنا ايه اتكلمنا على الابعاد النسبيه بالنسبه للمسامير. هنشوف بقى التطبيق على الاسترين او الالونجيشن مع صح الالونجيشن بتحصل في المسمار نتيجه ربطه. وهناخد مثال المثال اللي قدامنا دون المثال اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن جسم سفلي عباره عن اسطوانه، احنا واخدين جزء منها واخدين مقطع منها جزء صغير منها، وجزء علوي هو الغطاء بتاع هذه الاسطوانه، وبينهم اللي هو متخشر يمين وشمال اللي هو ايه جاسكت او حابك او ماده سيل ماده مانع تسرب لايه لضغوط ممكن تكون موجوده جوه الاسطوانه. الاسطوانه دي مربوطه بمجموعه مسامير، ادي مسمار منها هو ودي مسمار ايه ثرو بولت بس راكب من اسفل الى اعلى، يعني المسمار اتمسك في الايد كده وتركب من تحت لغايه لما طرف المسمار ظهر من فوق وبعد كده ركبت فيه ايه الصاموله. طبعا الرسمه دي تعتبر رسمه مش سليمه بسبب لانها المفروض كان يحط تحت الصاموله اللي باينه في الشكل من فوق دي لازم كان يحط تحتيها ايه ورده، هو هنا مش حاطط ورده، طبعا ده يعتبر خطا ايه المفروض الواحد ايه ياخد بالنا. نلاحظ حاجه، نلاحظ ان الايه الالغوز ان هو بتاع نهايه الالغوز بتاع المسمار تحت السطح العلوي للغطاء بتاع السلندر، يعني دي الجزء التحتاني ده السلندر وده الكفر بتاعها الجزء الفوقاني الكفر، يبقى نهايه الالغوز تحت السطح العلوي للكفر وده يبقى كده ايه مظبوط. الوضع اللي احنا شايفينه ده ايه المسمار في البدايه خالص بعد ما انا مجرد ركبته من يعني مجرد عديته من اسفل الى اعلى وحطيت الصاموله وربطتها بايدي كده لكن ما حبكتش جامد، ده احنا بنسميه ايه نوت تايتند بوزيشن، يعني الوضع اللي هما ما تمش فيه ايه الربط لسه في البدايه. هاجي بعد كده همسك راس المسمار بالمفتاح والصاموله بمفتاح تاني
واثبت راس المسمار عشان ما تلفش، وابتدي اروح احرك الصامولة لغايه لما يبتدي ايه يربطوا مع بعض. اول ما هيحصل كده هو هيحصل ايه، هبص الاقي الوضع اللي قدامي ده هيظهر، ده البولت تايتنج ظهر ايه كده قدامي. نلاحظ حاجه، نلاحظ ان حصل في زياده في طول المسمار، يعني في خطين افقيين كده عند المسمار، هو نفس المسمار ده، هو المسمار ده، هو المسمار ايه ده، هو الزياده اللي حصلت في طول المسمار ده نتيجه الشد، لما باجي اربط بالصاموله فبيبتدي يشد المسمار، وبالتالي المسمار هيبقى اندر تنشن. وهنا في الحاله دي نلاحظ حاجه، ان الجاسكت اللي في الوسط اللي بينهم في الرسم اللي على الشمال والرسم على اليمين حصل فرق بينهم، لان يعني كمان حصل انضغاط في الجاسكت. يعني الزياده دي هي من حاجتين، الانضغاط بتاع الجاسكت بتاع الحابك اللي في الوسط بين السلندر والكفر بتاعها، وتاني حاجه ايه، الزياده في طول المسمار نتيجه التنشن اللي هو اتعرض ليه نتيجه عمليه الايه التايتن. اول ما نعرض دي للضغط زي ما واضح كده قدامنا كده، معنى كده الاسطوانه دي ايه حصل فيها ايه ضغط ايه داخلي. ضغط داخلي ده هيعمل ايه، هيحاول يضغط على الكفر يرفعه لفوق، فهيبتدي ياثر على المسمار بقوه تنشن اضافيه، قوه تنشن اضافيه دي هتعمل ايه، هتعمل لي زياده في طول المسمار زي ما هو واضح في الصوره قدامنا كده. هيحصل في زياده اخرى ايه حصلت في طول المسمار، يعني لاحظ ان المسمار في الحاله الاخيره اللي هي ده مسمار عليه اكسترنال لود اللي هو نتيجه البريشر، فحصل فيه زياده في الطول ايه كمان ايه زياده. وبالتالي دلوقتي عندنا ثلاث المسمار في ثلاث حالات من الشمال لليمين. اول حاله لما المسمار بعد ما دككته في مكانه او ركبته في مكانه بدون تايتنج، بدون انيشال بنسميه تايتنج او ربط، يعني بدون ربط، فكان ايه ليه طول معين والجاسكت كان ايه حر فري فكان تخين. اول ما جه عليه الضغط، اول ما ربطت المسمار اللي هي الحاله الرسمه اللي في الوسط، اول ما ربطت المسمار اللي حصل ان الجاسكت بتاعي تخنته قلت، بالاضافه كده المسمار ده كمان حصل فيه الونجيشن تنشن فزاد بمسافه، المسافه اللي زادها فوق دي اللي هي بين الرسمه الاولانيه والرسمه الثانيه، انا بتكلم الرسمه الاولانيه من ناحيه الشمال والرسمه الثانيه بين الاولى والثانيه، يعني بين الرسمه اللي على الشمال والرسمه اللي في المنتصف، الفرق بينهم قد ايه؟ الفرق بينهم اللي هو الفرق اللي ناتج نتيجه عمليه الايه الربط ونتيجه ايه الانضغاط اللي حصل في الجاسكت او في السيلينج اللي موجود بين الكفر وبين السلندر. الرسمه اللي على اليمين اللي هي الاخيره الثالثه دي بقى الحاله دي لما حصل البريشر اللي ده جوه الاسطوانه، لما جيت اشغل الاسطوانه حصل فيها بريشر اصبحت في السيرفيس يعني في الخدمه. اللي حصل ايه؟ هلاحظ ان حصل فيه الونجيشن، حصلت فوق الونجيشن نتيجه ان المسمار حصل فيه استطاله نتيجه ان الضغط ده بيحاول يرفع الغطاء عن الاسطوانه. يعني لو تخيل مفيش المسامير دي كان اول ما يجي غطا زي كده يروح الغطا هيطير لفوق، طب ايه اللي بيمنعه؟ المسامير، فعشان كده المسامير فيها تنشن. بس لاحظ حاجه ان الونجيشن اللي حصلت دي نتيجه البريشر، بس برضو نلاحظ ان الجاسكت هبتدي ايه تخانته تزيد شويه، لان ايه مع الضغط هيبتدي الغطا يحاول ياخد وش الصاموله اللي على المسمار ويحاول يرفعها لفوق، فالجاسكت بتاعتي هيزيد قطرها شويه، هيزيد تخانتها شويه. وعشان كده لو نقارن بين السيكنس بتاع الجاسكت في الحاله الاولى والثانيه والثالثه، ده في الحاله اللي هي فيها النوت تايتند كان كبير قوي قوي قوي، لما عملت تايتند البولت بقت صغيره قوي قوي قوي، لما حصل الضغط بقت حاجه ان بتوين، حاجه في الوسط بين الاثنين، التخانه بتاعته بين الاثنين اقل من الحاله بتاعت النوت تايتند واكبر من الحاله بتاعت البولت تايتند بدون ايه؟ بدون تشغيل، بدون اكسترنال ايه؟ فورس. ودي ده اللي بيحصل في المسمار خلال عمليه ايه؟ التركيب بتاعه او نتيجه التنشن اللي بيحصل ايه فيه. مثال على كده الرسمه اللي قدامنا دي بتوضح لي ايه؟ بتوضح لي ادي الاسطوانه اهي اللي هو مرسوم لها اليفيشن، بص الاليفيشن اللي هو فيه التأشير، الاسطوانه وعليها ضغط داخلي بي، والاسطوانه ليها قطر داخلي دي، وبالتالي اول ما هيجي عليها الضغط البريشر بي هلاقي ان الكفر عليه قوه اسمها بي اهي محطوطه في السنتر لاين لاعلى. الكفر ده مربوط في الاسطوانه طبعا في الوسط بينهم جاسكت، ومربوط بالاسطوانه عن طريق مجموعه من المسامير عددها 12 مسمار حوالين ايه؟
المحيط الدائري بتاع الكفر، يربط الكفر مع الايه الغطاء، والمسمار قطره دي الصغيره دي. طبعا دي الصغيره ده بنصممها ازاي؟ بنصمم ان هي اندر تنشن. واندر تنشن ازاي؟ نتيجه لو انا جبت البريشر اللي مأثر في الاسطوانه دهيا، البريشر الداخلي، وضربته في مساحه الاسطوانه، مساحه المقطع بتاع الاسطوانه اللي هو باي دي كابيتال سكوير على 4، هيديني قيمه الفورس بي. قيمه الفورس بي لو قسمتها عدد المسامير اللي هم 12، هيديني قيمه الفورس اللي بتحملها كل مسمار. لو قسمت قيمه الفورس كل مسمار ديا، لو انا عندي السترينث او السيجما تنشن بتاعه الماتيريال بتاعه المسمار ديا، ودي موجوده في التيبلز، اقدر منها اجيب المساحه بتاعه المسمار اللي انا محتاجها علشان، او المساحه لكل مسمار من ال 12 مسمار اللي انا محتاجهم، ومنها اقدر اجيب قطر المسمار واجيب الام بتاعه الايه المسمار. نفترض ان الام دي، نفترض ان هي طلعت مثلا 23.2، في الحاله دي لازم استخدم مسمار ام 24. يعني هيبقى قطر المسمار ده اللي هستخدمه هيبقى كام؟ انا بتكلم في عمليه التصميم في الحسابات، يعني دي بتاعه المسمار دي هتبقى كام؟ هتبقى 24، لان هستخدم مسمار ام 24، وبالتالي هيبقى الثقوب اللي معموله في الاسطوانه في الجناح بتاع الاسطوانه او في الفلانج بتاع الاسطوانه وفي الكفر، اللي هم الثقوب اللي هيتجمعوا على بعض عشان احط فيهم المسامير، هيبقى القطر بتاعها 1.1 الايه دي اللي هي الايه بتاعه الايه المسمار. والمثال ده يعني مثال بيوضح لي ايه عمليه الايه المسمار واللي بيحصل فيه. والصوره الواضحه قدامي دي بتوديني تكبير للمنطقه بتاعه المسمار والتركيب بتاعها والتصميم بتاعها او الرسم بتاعها في الرسومات الايه التفصيليه. قبل ما ننهي كلامنا عن المسامير، هنتعرض دلوقتي للصاموله والوشر، اللي هي النط والوشر. الاول حاجه بالنسبه للنط، دي طريقه رسمها، ونلاحظ ان طريقه رسمها اول حاجه نشوف الابعاد بتاعتها. القطر بتاعتها بيكون قطر المسمار لو كان دي اللي هو في البلان، لو كان قطر المسمار دي، فبيكون بين المسمار والعصب اللي هو الثقب الداخلي اللي هو القطر ده قطر الصاموله الداخلي، والمنقط اللي براه او الخط الدائري الناقص اللي براه ده الايه الالوز الخارجي بتاعنا، العوز الداخلي بتاع الصاموله. والقطر الخارجي بيبقى للصاموله في ليها قطر اللي هو دي واحد، اللي هو قطر اللي هو القطر الداخلي للقيعان بتاعه الغوص، ودي اتنين اللي هو قطر الصاموله من بره اللي هو بيبقى 1.5 الديامتر. والقطر الاكبر قطر الاسطوانه اللي هو من الحروف المسدسه بتاعتها من الخارج اللي هو البعد ايه ده اللي هو بيساوي 2 دي. الرسمه من فوق بتوضح لي ان الكيرفيتش في عندي الشطفيه دي بتمثل عندي في الاليفيشن مثلا من فوق ومن تحت، لانه مشطوط من فوق ومن تحت بالنسبه للصاموله، لكن بالنسبه للمسمار اللي بيتقال على الصاموله بيتقال على راس المسمار المسدسه. بالنسبه للصاموله بيبقى الكيرفيتشرز الموجوده دي بتاعت الشطفيه بتبقى موجوده على السطحين العلوي والسفلي للصاموله، لكن بالنسبه للمسمار على سطح واحد اللي هو السطح العلوي فقط، لكن السطح السفلي اللي هو ملامس للعمود نفسه او للبار او للجزء الدائري بتاع المسمار ما بيتعملها ما بيتعملوش شطفيه. المنحنيات دي بتتعمل ازاي؟ في نلاحظ ان هي ثلاث منحنيات. منحنى الاوسط ده الكبير ده بيبقى 75% الاي، يعني 75% من ال 2 دي بتاع المسمار، والاثنين الصغيرين دول اللي على الحرف دول بيبقوا في منتصف المسافه. يعني لاحظ ان المركز بتاع الاقواس الصغيره في منتصف المستطيلات الصغيره اللي على الحرف اللي على اليمين وعلى الشمال، لان في الفيجن الصاموله دي وضعتها تظهر ايه ثلاث مستطيلات، مستطيلين صغيرين ومستطيل كبير في الوسط. المستطيل الكبير في الوسط هيتعمل له اثنين كيرفيتشر، المركز بتاعه على السنتر لاين بقطر 75% ايه. الاثنين اللي على الحرف بيتعملوا الكيرفيتشر بتاعها بيعمل بقطر يساوي نص عرض المستطيل، وبتعمل شطفيه زاويه مايله حاده بزاويه 30 درجه زي ما واضح في الايه في الاليفيشن.
ارتفاع الصامولة بالكامل 8/10 دي، لكن لو كانت راس مسمار هتبقى 7/10. اللي اتقال على الكيرفيتشرز اللي من السطح الفوقي هو نفسه الكيرفيتشر بتاع السطح الايه السفلي. اما في السايد فيو فبيظهر لي ايه مستطيلين فيهم ايه، كل مستطيل فيه كيرفيتشر فيه قوس او منحنى من فوق من تحت. طبعا القوس ده هو هيبقى سنتر لاين بتاعه على في على على الخط السنتر لاين بتاع القوس ده هون، او السنتر بتاع القوس ده هون هيبقى على السنتر لاين اللي مر بمنتصف كل مستطيل، والار بتاعته بايه على 2. ده بالنسبه لايه للصامولة. اما بالنسبه للوشر فنلاقي الوضع ايه زي ما واضح قدامنا كده. الوشر بيبقى ليها طبعا احنا عارفين هي عباره عن حته ديسك كده لقطر خارجي وقطر داخلي وقطر داخلي وقطر خارجي. القطر الداخلي دي 1 والقطر الخارجي دي 2. القطر الداخلي بيبقى 1.5% قطر العمود او قطر المسمار يعني، والقطر الخارجي بيبقى 2 قطر المسمار، والتخانه بتاعتها تي بتبقى 15% قطر المسمار. والابعاد هي المفروض تبقى في ذهننا، لان احنا لما نيجي نرسم اي مسمار او نصمم اي حاجه لازم هنتعرض لمثل هذه الايه الرسومات. وبكده بقى احنا هنا اعتبارات التصميميه او بعض الاعتبارات التصميميه. طبعا في التمارين والواحد بيشتغل في التمارين هتبص في بعض الحاجات لازم هتعرض لها وايه هيتقال ايه في حين. وبكده بقى هنا الاعتبارات التصميميه الخاصه بوصلات المسامير.